هذا الشيبس الإيراني الأصفر، هذا الشيبس الإيراني ما الأصفر طيب طوال، ما شيبس طيب ما إيراني طيب أصفر هذا الشيبس كله الإيراني أبو الجبن. ما طيب. انا اريد ليز هذا شيء معناه الدكتور يقول ليش اشتريت. ليز هذا بما تحافظ على الإيراني ما طيب. يلا غيرتينا المود حوراء عشيش. لا هم اكو شيء بس ايراني طيب احمد، بس هذا الاصفر ما طيب. يا بقى عازمتنا حوراء، عازمتنا على تشيبس ان شاء الله، ولو حتى الحضورين ان شاء الله عندكم. شكو عليكم. عبارة نبأ، نبأ يمكن بتسافر او تطلع الطيارة. شوفوا نبأ ايش قد حريصة، هي وقاعدة بالطيارة فاتحة اونلاين. بس ما شاء الله انا مستغرب، نزلت لكم بوست بالكلاس انه اذا احد عنده استفسار ذاك الاسبوع من قلتوا لي نريد تنزل لنا في البوست نكتب لك بيه الاستفسارات على المحاضره. ما شاء الله انا ساعه تقريبا الظهر ساعه 3 نزلته. ما شاء الله بس واحد منكم فقط احمد اللي عنده استفسار. هل هذا يعني انه كلكم انتم مسيطرين على الماده؟ لو هذا يعني انه انتم اصلا ما دارين بال للموضوع. وياي مو احنا قلنا هذه الفقره انا يعني خابرني للامانه مخلد، يعني قال انا ودي نختصر وقت بيها. مو اتفقنا انه متفقنا انه احنا اشرح اوكي، وورا ما اشرح تكتبوا لي اسئلتكم ونتناقش بيها. مو اتفقنا، على مود بصراحة، على مود اللي خلاص أخذ اللي يريده من المحاضرة يروح يطلع من الميت، والبقية اللي عندهم مناقشات يبقون وياي يناقشون. لا لا أنا وياكم خوان بالميت موجود وياكم، بس قصدي أنتم مثلا تكتبون الأسئلة مالتكم بالبوست، وأنا من أخلص الشرح وياكم هنا بالميت أوكي أشوف التعليقات مالتكم كل واحد شنو استفساره وأجاوب عليه. هاي مشكلتهم، انا ما راح ادور، انا ما راح ادور للامانه، انا ما مدور وراكم بالاسامي ولا اشوف ايش قد العدد. يعني هي عندها ضعف بالبيضه. لا البيضه نزلت بس عندها ضعف، يا شنو حافز يخلي تنفجر البيضه؟ يعني احتمال ضربت اثنين وذاك يوم تفجيريه اربعه، وفهمت؟ هي هاي شلون راح تطرح الحانه، راح تطرح من وراء علي عامر. ايش فايتنا نرجع على التبس الاصفر مال حوراء؟ يلا يلا يا جماعة انتظرنا هواية فضيحة هذا الميت. يلا يا شباب، يلا يا بنات، خلونا نبدي نسوي مراجعة للمادة مالتنا. احنا بدينا بالمادة اخر شيء وصلنا للسكير ريسبتورز. موضوع كاركترستكس، some characteristics of signal transduction. يعني انا من شرحت لكم سابقا انه كيف انه الاجونست او الدو او الاندوجينس ماتريال، المواد اللي بداخل جسمي او سواء كان الماده الدوائيه اللي ماخذها اني خارجيا، من شرحنا كيف انه هي تروح لازم ترتبط بالريسبتور مالتها، مو صحيح؟
اخذنا نريد نعرف السيجنال ترانزاكشن، يعني هاي الاكتيفيتي اللي يصير بسبب الدراج كومبلكس او الاغونست كومبلكس انتراكشن. هذا الانتراكشن اللي بده يصير بيناتهم من حيعطينا اكتيفيتي. هاي الاكتيفيتي شلون تصير؟ الريسبتور شلون يتحفز هاي الاكتيفيتي؟ فعندنا سم كاركترستيك اوف سيجنال ترانزاكشن. هذا الموضوع جدا مهم. عندنا اول صفه موجوده بالريسبتورات هو ما يدعى بالسبير ريسبتورز، بالسبير ريسبتورز. يمكن الشرح يمكن كان واضح اللي انا اعطيتكم اياه، بس شوي نضيف عليه بعض النقاط. احنا ذكرت لكم انا مثال، قلت لكم اي سياره، اي سياره هسه بالشارع بيها اربع تايرات، احنا نسميه ويل، اربع تايرات مو صحيح؟ كل تاير إلى دور بتحريك السيارة. إذن كل تاير إلى أكتيفيتي معينة، صحيح؟ زين. بس أنا عندي تاير زايد خالة بالصندوق، أوكي، أو خالة لورا، ماشي؟ هذا التاير زايد شو نسميه إحنا باللغة الجلفية؟ تاير سبير، صحيح؟ سبير. عندك سبير، إي عندي سبير، ذاك هو خالة بالصندوق. تمام؟ زين. نفس القصة تكون بخصوص منو؟ الريسبتورات. قبل ما ناخذ هذا الموضوع اللي هو السبير ريسبتورز، من يقول لك هذا الدواء ينطي ماكسيمم ريسبونس، ماكسيمم ريسبونس شنو معناها ماكسيمم ريسبونس؟ ايش كاتب لكم اني كتعريف؟ is the response that achieved when all receptors are occupied by ligand. العفو دكتور. After that نعم بس نعم اسمع المقاطعة، بس احنا وصلنا تشابتر 2 يعني بعدنا ما بدينا به، يعني ما شرحنا كيف شلون مدافع دكتور، يعني وصلنا الريسبتورات بعدنا ما شرحيها. The action of drug on the body فارماكوديناميك، ما شرحناها. لا بعد هذا يعني اخر شيء شرحناه state concentration. العداني وين مخليت؟ وانا اعود معتمد على مخلد عبالي لحد السبير ريسبتورز، ما عندي اشكال. يلا يلا تمام تمام تمام، اسف اسف اسف. لا دكتور ماكو شيء، اي مشكله. يلا يلا خوش. اذا انا عبالي من بدايه اللكتشر 3. زين، اذا احنا وصلنا للفارماكوديناميك، خلصنا الكاينتيك والهموم مالتها. الدايناميك اسهل، الدايناميك اسهل واحلى. شلون الدايناميك؟ قلنا هو الاكشن اوف ذا دراج اون ذا شنو؟ on the body. يعني معناها اني الدواء اللي حاخذه اني الى وين حيوصل؟ مو صحيح؟ مو يوصل للسايد اوف اكشن؟ شنو اللي حيسويه؟ من يوصل للسايد اوف اكشن ولا ما صار بيه ادمي الفارماكوكاينتكس، اوكي؟ من يوصل للسايد اوف اكشن شنو اللي حيسويه هذا الدواء؟ احنا قلنا الدواء راح يرتبط بالريسبتور مالته، مو صحيح؟ راح ينطيني اكتيفيتي، راح ينطيني ريسبونس. ينطيني drug receptor complex، وهذا الكومبلكس هو اللي حيعطيني الريسبونس او الاكتيفيتي مالتي. يعني مثلا اعطيكم امثله، اعطيكم امثله عاود تكونون بالامر الواقع، ان شاء الله حاذكر لكم اياها بصوره عامه. يعني مثلا انا عندي دواء اسمه نورابينفرين او ابينفرين، هذني ادويه موجوده بالطوارئ تلقوها. هذا الدواء يقول لك من يروح يرتبط مثلا بالالفا 1 ريسبتور، اوكي، راح يصير عندي ابينفرين، مثلا ابينفرين والفا 1 كومبلكس، مو صحيح؟ هذا الكومبلكس من صار ينطيني افكت، ينطيني ريسبونس. شو اللي حيصير؟ اللي حيصير انه هذا الدواء الابينفرين من ارتبط بالالفا 1 حيسوي لي فازو كونستريكشن. وانتم المفروض تعرفون انه الفازو كونستريكشن هو واحد من العوامل اللي تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، مو صحيح؟ لذلك هذا الابينفرين كدواء خارج الطيتا اي في، اوكي، هذا الابينفرين وظيفته بالمستشفيات بالطوارئ ينطول المريض اللي صاير عنده مثلا سيفير هايبوتنشن، اللي عنده سيفير هايبوتنشن انخفاض بالضغط يطوه ابينفرين. ابينفرين يصير بي شنو؟ يروح راسا يرتبط بالالفا 1 ريسبتور، يسوي هذا الكومبلكس، يعني يرتبط به
من ارتبط به الداري الى حدوث الايفكت او ريسبونس اللي هي فازو كونستركشن وبالتالي ارتفاع الضغط وطيبت للمريض كان عنده هايبوتنشن تمام. فهذا هو الريسبونس هاي هي الايفكت اللي انا اقول لكم عليه. اسم كم علاج شلون يعني احمد ما فهمت دكتور ممكن اسم كم علاج يعني قصدك امثله بعد اذكر اخرى يعني اعطيك امثله قصدك وايد ادويه الابنفرين اذا نجي على الحبوب بس حنجيها احنا ان شاء الله انا حاخذكم بها بشابتر الادرينرجيك اغونست هذا اعطيكم مثال اعطيك مثال اخر سيدوفيدرين سيدوفيدرين افيدرين تمام قلت لكم سابقا مثال بالمحاضره الالبيوترول البيوترول اذا انتم دامين بالصيدليه البيوترول هو نفس السالبيوتامول هذا الدواء اللي هو برونكو دايليتر اللي هو شنو وظيفته هذا بالعلاج مال الأسمة علاج مال برونكو كونستركشن فنتولين ممتاز الالبيترول لا يوسف ندى مو فازو دايليشن برونكو دايليشن قصدكم قصدكم يعني احنا هذا الالبيترول اللي هو سالبيوتامول بخاخ هذا وظيفته على برونكيول مو على البلاد فازو فيسوي برونكو دايليشن. ننطي مثال مثل مراد احمد اذا قلنا مثلا اعطيكم مثال ثاني عندنا هو هذا الالبيوترول او تسميته الاخرى هو السالبيوتامول هذا اللي مداوم بصيدليه اكيد شايفه الفنتولين شلون يشتغل الفنتولين هذا هو دراج يروح يرتبط بالريسبتر مالته الريسبتر مالته شنو اسمه اسمه بيتا 2 بيتا 2 ريسبتر وين موجود البيتا 2 راح تلقوها حاط لكم اياها نصا بالتفصيل المهم ان شاء الله بشابتر الادرينرجيك ان شاء الله هذا وين موجود تلقوه بالبرونكيول من يروح من يرتبط هذا الدواء الفنتولين من يرتبط بهذا البيتا 2 ريسبتور باللانج راح يسوي دراج ريسبتور كومبلكس اوكي راح يؤدي الى حدوث اكتيفيتي شنو هي الاكتيفيتي اي احمد نفس البيوتادين بالضبط زين شنو الاكتيفيتي اللي حيسويها هو برونكو دايليشن هذا هو الايفكت اللي احنا بدنا نحكي عليه او الريسبونس اللي احنا بدنا نحكي عليه ماشي يقول لك معظم الادويه تشتغل على ريسبتر لكن اكو ادويه موجوده بالصيدليه ما لها ريسبتر يعني هي ممكن قبل ده تصير بها ابزوربشن ده تشتغل لوكالي بالسايت اوف اكشن مالتها اهم واكثر مثال واضح وموجود بالكتاب هو ادويه الانتاسيد نعم انتاسيد أدوية هاي الحب القرط حب القرط هذا هو عبارة عن يعني يشتغل لوكالي نعم رينيل مالوكس المالوس أوكي حتى هذني أدوية الفلاتيلنس مال القولون الدايميثيكون الدسفلاتيل دفلات اللي مداوم بالصيدلية هذني من نبلط الحباية أو من نبلع الحباية يعني يصير بها absorption أوكي بس ذني شغلها لوكالي هذني بالضبط نعم هذني جافس كون ممتاز هذني شغل لوكالي تروح على الاستومك تروح على الاسيديتي مال الاستومك على الجاستريك اسيد يعني وتسوي له نيوتراليزيشن كيميكال تسوي كيميكال شو اسمه كيميكال انتراكشن او كيميكال رياكشن ويا الاسيد وبالتالي تسوي له نيوتراليزيشن هاي الميكانيزم اوف اكشن مال الانتاسيد اشتغل على ريسبتر لا ما له ريسبتر فلذلك يقول له منظم نوب يعني معظم الادويه تشتغل على ريسبتر مو كلها مو كل الادويه تشتغل على ريسبتر ماشي طيب انا بنطيكم ايضا مثال على القلب اذا ناخذ بعد امثله اكثر وهي كلها يا جماعه كلها هي حناخذها بالتفصيل ان شاء الله ويا حتاخذوها بهالكورس تمام ناخذ مثال اخر مثلا عندنا نفس النورفينفرين او الابنفرين ممكن مو شرط يشتغل على الفا 1 ريسبتر لا ممكن يشتغل مثلا النورفينفرين على البيتا 1 ريسبتر زين بيتا 1 ريسبتر وين موجود بالهارت فمن يرتبط النورفينفرين او الابنفرين يرتبطون ويا بالبيتا 1 بالهارت
يسووا له يزيدون الهارت ريت، يزيدون الكونتراكشن، ويزيدون الكونتراكشن مال الهارت، فيصير نسميها عمليات الانقباض وغيرها، يعني تصير الهارت بيس او الكارديو كوندكشن. اوكي، هذا اذا مثال او امثله كيف ان الدراج من يرتبط بالريسبتر ينطيني ريسبونس. طيب اذا تحكي لي عن الريسبتر ويقول لك شنو انواع الريسبتر، هي يا جماعه اكو كثيره الانواع من الريسبترز، اذا نظل نعددها ما نخلص، بس اللي تهمنا كفارماكولوجي واللي مركز عليها الكتاب هم اربع انواع رئيسيه. اربع انواع رئيسيه من منو؟ من الريسبترز. اوكي، ناخذهم واحد واحد. احنا هاي كلها دا نحكي يا جماعه فارماكوديناميك، من بدينا نحكي الدواء ايش حيسوي بالجسم، حيسوي بالقلب، حيسوي بالبلد فيزل، حيسوي بالريسبتر، هاي دا احكي اني دايناميك. ماشي، دايناميك تاثير الدواء على الجسم. طيب فدا نعم، بالمناسبه احنا قلنا الليجند او اللايجند. اوكي، اللايجند من يرتبط بالريسبتر، هسه هذا عندي ريسبتر، من يرتبط اللايجند عليه خلينا نقول هذا اللايجند. اللايجند شنو هو؟ واحد يقول لي دكتور شو انا هاي كلمه لايجند ما افتهمتها. اللايجند هي اما اني ماده موجوده بجسمي، نيورو ترانسميتر مثلا، اعطيك مثال كلش قريب عليكم، دوبامين، سيروتونين، نورفرين، بنفرين، اي ماده موجوده بجسمنا لها افكت، هيستامين، الطيكوبرما، بروستاجلاندين، ايش قد ما يجي ببالكم، هذني كلها مواد تعتبر ليجندز. ليجند لايجند يلا وياكم لازم يكون مرتبط بمين؟ يرتبط بريسبتر. تمام، بس هنا اكو حسب نوع الليجند. اما بعض هذا الليجند اما يحفزه للريسبتر، اكو يعني نوعين من الليجند، اما يسوي له تحفيز نكتب عليه علامه موجب، موجب يعني يحفز الريسبتر. اوكي، او يسوي له انهبيشن. اذا قريتوا اخر محاضره الثالثه اللي اعطيتكم اياها، الماده اللي هي تسوي له بوزيتيف افكت يعني تزيد الاكتيفيتي مال الريسبتر يعني تحفزه نسميها، ممتاز اسامه ممتاز، نسميها اغونست. عاشتي ديش فاطمه، نسميه اغونست، ممتاز ساره عاشتي ديكم. اما الماده اللي ترتبط بالريسبتر وتمنع عمله يعني تعمل تسوي له انهبيشن اليه او بلوكج اليه، هذه بذاك الوقت راح نسميها انتاغونست. ممتاز، رابطين الموضوع، عاشتي لكم. ماشي زين. ممتاز قلبنا، عايشتي لكم، تبارك، عايشتي لكم. زين، شنو الافينيتي؟ الافينيتي شايف؟ الافينيتي هو انه جيب مدى ليجند ويا ريسبتر. طبعا اكيد كل ما الدواء يكون عنده هاي افينيتي ويا ريسبتر معناها يعطيني ريسبونس اكثر من غيره، بديهي، شيء بديهي. طبعا هذين مصطلحات يعني احنا نسميها مصطلحات فارماكولوجيه يعني مهمه.
Muted. وحتى الريسبتر هو عبارة عن ستركتشر. هم كيمي. الريسبتر هو بروتين. وخدتوه بالكورس الأول بالبايوكيمستري. البروتين هو أصلاً أمينو أسيد. بالضبط. أمينو أسيد يعني إذا راح أطلع ستركتشر ألقي بيه فانكشنال جروز وغيرها. المهم. فإذا كان الدواء أحمد إذا كان الدواء اللي بتاخذه هو بي تشارج. أوكي. تصير بي تشارج. راح يكون لي بالضبط راح يكون لي أيونيك بون. أيونيك. سميه بون. الهيدروجين بوند اكثر شيء شو وقت يصير اذا كان هيدروفيليك يعني هو بالضبط نقدر نقول انه يحتوي على بولر جروب مثلا او اتش جروب ان اتش جروب شاطر انت بالكيمياء وتقول لي ما اعرف بالكيمياء يعني شاطره زين شاطره ايش دي شوف تجاوبني راسا هذني احمد هذني الهيدروجين بوند والايونيك بوند هذني من ترتبط ويا ريسبتر ارتباطها يكون ركيك مؤقت خلال فترة معينة وتعوفها للريسبتر بسرعة خلينا نقول يلا وياك نقول بسرعة تتكسر بسرعة تعوفها للريسبتر ما ظل مكلبة بيه أما يوسف معي لكم هنا حلو تعليقه الكوفرنت بون تشتغل بطريقة irreversible ليش irreversible سميناها لأن الارتباط مع هذا الدواء ويا الريسبتر ارتباط جدا قوي مو بسهولة يعوفة للريسبتر زين هل راح تسألني انت احمد الريفرسبل غير الكوفالنت كوفالنت بوند الريفرسبل نعم هو الكوفالنت بوند تمام اها زين هسه انت زهراء او انت احمد كنت تقولون عندك هذا الارتباط مالته قوي والريسبتر راح تسألني تقولي زين دكتور هذا مفيد لو مو مفيد اذا ارتباطه قوي اي مفيد بس الدمج مالته اكثر يعني يطل افكت وممكن يكسر الريسبتر وبالتالي ممكن نعم عاشت ايدك انت قلت لي كسر الريسبتر ممكن يسوي دمج اي بالضبط ممكن يسوي دمج للريسبتر احتاج يعني تدري شو يصير بهيك حاله احمد اذا انت دواء يشتغل ريفرسبل انتظر الاورجن يكون لي ريسبتر جديد وبين ما يكون ريسبتر جديد شو بالوقت اللي حياخذه فاذا كسرت تقول صار عندك نقص بالريسبتر زهراء اها زهراء تقول لك يحتاج لونج دوريشن يشتغل شورت لونج دوريشن بينما ذاك يصير شورت دوريشن لذلك راح تسالوني زين دكتور انت هنا منطين دوايين بالمحاضره اللي هم يمكن منطقكم اياهم اللي هم الفينوكسي بنزامين اوكي منطقكم اياها المهم اكو دواء اسمه فينوكسي بنزامين واكو دواء اسمه الاورجانوفوسفورس كومباوندز راح تسألني زين ذني تشتغل ريفرسبل مو بيش تفيدني أذني تفيدني تدري شو وقت أحمد من أني أي يعني صار يأس من كل الأدوية last choice ممتاز أحمد عايش تيدك اليوم أكتف يعني أوكي خلي نقول على قولتك last choice خلاص ما قدرت أجمية البقية اللي هي ريفرسبل ما تشتغل أبدأ ذاك الوقت أنطي الريفرسبل بس عموما إذا أحمد إذا نأخذ كتاب الفارما ونطلع من عنده أدوية اللي تشتغل irreversible يمكن ما تطلع 5% من الأدوية مال الفارما كلها إذا مو أقل تمام؟ طيب فنأخذ أول نوع أهلاً حسين شلونك حبيبي؟ ما في تقديك؟ طيب فناخذ اول نوع من الريسبتورز كلمة ترانس ميمبرين اكيد ترانس ميمبرين يعني انا عندي اصلا هذا مو سيل هاي سيل وهذا السيل ميمبرين مالته هو من اسمه ترانس ميمبرين شنو معناها معناها هو موجود بالميمبرين من غمص بالميمبرين فنسميه ترانس ميمبرين فناخذ اول نوع من هاي الريسبتورات اللي هو اسمه ligand gated ion channel من اسمه ممتاز من اسمه ligand اللي هو الدواء او الاغونيست او الماده اللي داخل جسمي gated ion channel معناها اني عندي شنو عندي هنا ion channel اوكي تطبب لي ايونات
مثلا صوديوم ممكن تكون كالسيوم اوكي بوتاسيوم شو عندي حسب المكان وحسب الاورجن اللي بدك تشتغل عليه تمام. طيب هذا يعني هو اوكي بودي جارد. شلون يعني بودي جارد بابا؟ يقول لك انت مثلا عندك الماده ترتبط الماده الدوائيه او الاغونيست يرتبط هنا هذا مكان الليجند اوكي من يرتبط هنا يفتح البوابه هاي بصف الايون شانل ويطبب من خلالها الايونز. من يطبب الايونز ذاك الوقت ايش حيسبب لي؟ حيسوي لي افكت. اعطيكم مثال قريب عليكم بقى يا جماعه خلي افتح شوف الكاميرا بعون يا جماعه هسه انا هاي ايدي سويت هيك اوكي هاي ايدي سويت هيك ماشي زين هذا التقلص اللي دي يصير بايدي شلون دي يصير؟ شلون صار هذا التقلص؟ اللي دي يصير انه اجاني اعاز من دماغي الايدي اني تحكم ارادي خليت اعازي يوصل للايد ايش سوى؟ ايش سوى بالسكلتن مصل؟ اوكي راحت السيجنال ايش سوت بالسكلتن مصل؟ بس احنا هاي مشكلتن مصل فنفترض هذه هي سكلتن مصل اها اللي صار بالضبط انه انرسل اكشن بوتنشال انرسلت كهرباء من دماغي للسكلتن مصل. الكهرباء هاي عباره عن شنو؟ تحفز الصوديوم وصل الصوديوم للسكلتن مصل مالتي زين يعني الصوديوم هنا شلون يدخل؟ انتبهوا علي الصوديوم شلون يدخل للمصل على مود يسوي لي هذا الكونتراكشن؟ عن طريق عندي هنا الليجند هذا هنا عندي ليجند اللي هو الليجند اللي اسمه أستايل كولين هذا الليجند هذا الاغونست اللي انا دا افصل عليه دائما اقول لكم ليجند مثال عليه هنا هو الأستايل كولين. الأستايل كولين ايش حيسوي؟ هذا من حيرتبط بالريسبتر مالته هنا هذا الريسبتر اللي موجود هنا حناخذه بعدين ان شاء الله اللي هو اسمه نيكوتينيك ام ريسبتر ما يقدر يوقفكم به اوكي؟ طيب بس خلينا نشوف هذا الريسبتر ايش حيصير؟ من يرتبط بين ليجند هنا اكو عندي بصفه ايرون شانل ايش حتسوي هاي الايرون شانل؟ راح تدخل هذا الصوديوم الى داخل السكلتن مصل. من دخلت هاي المصل العفو الصوديوم الى داخل السكلتن مصل صار عندي عادي ها يا جماعه من دخل الصوديوم الى السكلتن مصل شنو اللي ينتج عندي؟ كونتراكشن وهو هذا الكونتراكشن اللي داح احكيكم عليه الافكت تمام صار عندي هذا الكونتراكشن اذا اللي داعي اوصل لكم اياه انه هذا النوع الاول انه هذا الليجند اللي هو مثال اي هنا هو استايكونين من يرتبط بالريسبتر هذا الريسبتر مرتبط بمين؟ بايون شانل تدخل ايون وتعطيني الافكت مال الليجند اوكي؟ الى هنا اكو حد عنده سؤال؟ دار عندي سؤال
هاي طبعا نعطيكم امثله اخرى بالفيديو، اتوقع وصلت الفكره لكم. زين راح اعيدها بشكل مختصر، راح اعيدها بشكل مختصر بشكل يفيدكم اكثر. بمثال ثاني، راح اعيدها ثاني. حسين موجود؟ حسين اي احد يشارك شوي يغير الاجواء. يا دكتور قول. اي احد؟ هلا دكتور، موجود موجود. منو يعني؟ حسين. حسين مرحبا حسين، شلونك؟ اي الحمد لله. حسين انت شلون تنعس؟ شلون تنعس؟ شلون واحد ينعس؟ متعب. زين من اللي جسمك يحفزك يقول لك يلا روح نام؟ من اللي دماغ. يا اورجان جسمك يحفزك يقول لك يلا روح نام؟ الدماغ. زين هذا الدماغ يا جماعه، دماغنا شلون يخلي اعصابنا ترخى ونروح ننام ننعس بحيث ما عندنا اي جهد؟ ما نقدر نسوي اي جهد. عن طريق عندنا ريسبتور اسمه الجابو غير. ممتاز. اكو عندي بدماغي بالاعصاب عندي قد ماده اسمها جاما امينو بيوتريك اسيد، صح؟ ندى وسامه ميلاتونينز يعني تقدرون تقولون ايضا من ضمنها. بس خلينا ندخل على موضوع الجابا. اوكي، جاما امينو بيوتريك اسيد هذا اللي هو اسمه جابا، الريسبتور على النيرف يروح يرتبط بي بعد ذلك ارتبط الجابا، صار لايجند، صار اغونست. تمام؟ يقول لك شلون حيشتغل؟ يشتغل عن طريق انه هو من ارتبط بهذا الريسبتر حفز ايون شانل بصفه. ها حسين؟ فوت الكلور يطلع الصوديوم. اها فوت الكلور. الكلور يا جماعه حفظوها ادركوها مثل اساميكم. الكلور والبوتاسيوم كذلك تعتبر من الالكترولايت او الايونز اللي تسوي انهبيشن للسيلز. تمام؟ بالضبط. فحيصير شو عندي؟ ريلاكسيشن. اي وياك احمد مو جاي اشوف حسين شو يقول. اوكي؟ فيصير عندك ريلاكسيشن، تنعس تروح تنام. ماشي؟ شلون اذا صار؟ عن طريق اللايجند جيتد ايون شانل. تو مثلا هايبر بولاريزيشن يصير؟ لا ما يصير. هذه العمليه الجويه يسموها نعم هايبر بولاريزيشن. اما عمل الصوديوم وكذلك الكالسيوم، مريم عماد وكذلك الصوديوم وكذلك الكالسيوم من يدخلون بالسيارة يسوون اكتيفيشن. العمليه هاي نسميها دي بولاريزيشن. ممتاز يوسف. ويا الصوديوم ويا الكالسيوم دي بولاريزيشن، ويا الكلور ويا البوتاسيوم ري بولاريزيشن، او احيانا هايبر بولاريزيشن. ممتاز. تمام. منو سألني؟ يعني مريم محمد. اوكي تمام عيني، وصلت ايش فكره؟ اي يلا ما طول. عبد العزيز سألني. ممتاز، سألوني انا هالاسئله تفيدني. دواء جدا معروف وكلكم تعرفوه، انتم هسه الموجودين 59 واحد كلكم تعرفوه. دواء اسمه فاليوم، فاليوم ديازيبام. الديازيبام حتاخذون ان شاء الله صف رابع بالتفصيل ممل بالفارماكولوجي. اوكي فاليوم تبارك فاليوم. اوكي هذا الفاليوم شو يشتغل؟ لا 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 مو انت استامين احمد. فاليوم الادوية معود فاليوم احمد بتعرف الفاليوم. اوكي الفاليوم يروح على السي ان اس، يروح على البرين يحفز باو، يحفز الجابا اكشن، يزيد الجابا اكشن فيدخل كلور اكثر بعد. لذلك الفاليوم هو من الادوية اللي تسوي نعاس. ممتاز، عاشت لك احمد. هيبنوتيك، يسوي سيديشن شعور بالنعاس والهيبنوزيس. اوكي ماشي. لا ما يعتبر انتاغونيست شمس الضحى.
شلون يعتبر انالجيزيك؟ انالجيزيك لا هو ميلي يسموه انكزيوليتيك يعني مضاد للقلق. راح تاخذوه بالتفصيل تذكروني بها، بس اعطيتكم مثال على اللي الماده اللي هي تشتغل بهاي الطريقه هو الديازيبام الفاليوم. ماشي؟ تمام. النوع الثاني، النوع الثاني النوع الثاني هذا انا اشوفه مهم اكثر وهو تقريبا منتشر بشكل اكثر. النوع الثاني اللي هو يسموه جي بروتين كابلد ريسبتر. جي بروتين كابلد ريسبتر، شك واحد تعبان وياي هسه، شك واحد كان مطفي وطابق على صفحه، شك واحد فاتح في سبيل جاملني انه اني عدى زايد عدد وبس مجرد فاتحه وخلاص. اريد تعرفون كل شيء تنتبهون وياي على اللي حاحكيه هسه، لانه بالشابترات الجايه ما راح اعيده، واذا ما تفهمون هسه ما راح تفهمون الشابترات الجايه. هذه النقطه الثانيه انتبهوا وياي بها رجعان، اللي هو الجي بروتين كابلد ريسبتورز. انه انا عندي هذا سيل ممبرين، سيل ممبرين يعني سيل مال اي اورجن معين احنا بدنا نحكي عليه. اوكي، يقول لك اكو هنا ريسبتور، اكو ريسبتور يجي اللايجند يرتبط به. زين هذا اللايجند شلون راح ينطي الاكتيفيتي مالته؟ اي مريم، هو لذلك انا ليش اقول لكم عوفوا كل شيء وركزوا وياي جديات، والله العظيم صدقوني هذا الموضوع بالذات اللي حاحكي لكم اياه متعلق حتى لحد صف خامس. هسه روحوا سووا صف خامس قول لهم بدك تاخذون شيء اسمه جي بروتين، اقول لكم حيل هذا احنا ناسيه من صف ثالث وما عندنا اي اساس به. دخلوا يا عيني من هسه، اخذوا الاساس من هسه وصعدوا وياكم بالرابع وصعدوا وياكم بالخامس. تمام؟ شو يقول؟ يقول لك هذا الدواء من يرتبط بريسبتر، اوكي انطت الإعاز، انت انطى إعاز للسيل، اوكي انه ترى تحفزي يا السيل تحفزي. زين شنو اللي حيصير؟ اكو عندي هنا جي بروتين، جي بروتين. هذا الجي بروتين هو شلون الحارس الشخصي، شلون البادي جارد. احمد شميران هذا هو البادي جارد، هنا موضوع البادي جارد، انه انا عندي بادي جارد يستلم الاشاره من اللايجند. الاشاره عباره عن شنو؟ اللايجند يقول له للريسبتر تحفز. هذا الجي بروتين ايش حيسوي؟ الجي بروتين يقول لك اكو من عنده يعني حسين ايه ما فهمتك. دكتور انا بدي قاعد انه بالضبط يعني شلون للخليه تدري ليش؟ لانه هذا يعني الاورجن مو بسهوله اي اشاره تجي من برا يصدق بيها. الاورجن هذا الاورجن المعني، اعطيك مثال، اعطيك مثال على اورجن داحكي لك. ها لا اوكي ماشي يبني هذا مثال. هذني الاورجنز الريسبتورات مالتها معظمها السيلز مالتها معظمها بيها جي بروتين كابل ريسبتورز. ليش؟ لان انت مو بسهوله تجي اشاره للقلب وهاي الاشاره ممكن تكون خاطئه، ممكن تكون اشاره مو مضبوطه، ممكن يصير عندي فد ديستربنس بالبرين بحيث دي يشمر بالاشارات العصبيه مالته بالاكشن بوتنشال فد خربطه معينه. فهذا الجي بروتين وظيفته كبودي جارد انه يتاكد هل هاي الاشاره اولا صحيح جايه مضبوط من البرين وبشكل صحيح لا زايده ولا ناقصه بالتركيز مالتها،
وبذاك الوقت ياخذ هاي الاشاره من عنده من اللاجن ويسوي الاكتيفيتي داخل الاورجن. ماشي الى هنا اوكي، هاي وظيفه الجي بروتين. بينما هذاك اللي قبل اللاجن جيتد ايون شانل الدواء بس يرتبط بالايون شانل راسا يطبب الايونز. اوكي يعني لا ما اقول لك مريم على اي دواء، اقدر اقول لك 70% من الادويه ترتبط بالريسبترات بالاورجنز بجسمنا، هاي الريسبترات مرتبطه بجي بروتين. ممتاز ماشي يا حجاي اسامه قل لي يا هي وين وصلت؟ ياخذ الدماغ اسامه احكي يا ما افهم او لا يضيع الوقت، قول لي شو هي النقطه اللي وصلت؟ دكتور من قلت على الجي بروتين الفرق أي. عن اللي جيتد انه ياخذ الدماغ، انا هيك افتهمت. الجي بروتين ياخذ الدماغ؟ شو ما افتهمت، انا ما افتهمت صراحه من عندك. يعني يمي ما افتهمت هالحكايه. زين قبل هاي شو افتهمت؟ شو حكينا قبل هيك؟ انه الجي بروتين يختلف عن اللي جنجيتد، يعني مو اي اشاره. انا اقول لك الجي بروتين فرقه عن عن الجي بروتين كابل ريسبتور، هذا الريسبتور اللي هو يم الجي بروتين، فرقه عن البقيه انه هذا الجي بروتين يشتغل مثل بادي جارد، مو بسهوله ياخذ الاشاره من الدماغ ويسوي احتمال الدماغ يعني دلوص، احتمال الاكشن بوتنشال اللي يجيب بشكل مو طبيعي. فهذا الجي بروتين ياخذ الاشاره من الليجند اوكي يستلمها ويحللها يفسرها يتاكد من عندها يلا يخلي الاورجن يشتغل. اوكي ماشي مريم تسال كل ريسبتر الى يعني اغلب 70% من الريسبترات بجسمنا 70% من الاورجنز بجسمنا بها ريسبترات تكون جي بروتين كابل. ليش؟ لانه خاصه نسميها الفايتال اورجنز. فايتال اورجنز هي الاورجنز المهمه بجسمي، مو بسهوله تاخذ. ترتبط بالجي بروتين من مجاري، اوكي من مجاري المهم اني عندي جي بروتين يفسرها هاي الاشاره جاي من الدماغ جاي من الدم دوه ممكن يكون دوه جاي خارجي. اوكي اسس افسر الشاهر ندى شلون يترجمها ويسوي الاكتيفيتي. اقدر اقول لكم مثال النورابينفرين بس اللي حكيت لكم اياه قبل شويه، النورابينفرين والابينفرين، مو قلت لكم اكو الفا 1 ريسبتر؟ مو؟ زين النورابينفرين الفا 1، الفا 1 ريسبتر يرتبط بالجي بروتين ماشي؟ قلنا الفا 1 موجود بالبلاد فيسل، من يجي النورابينفرين يرتبط به قبل شوي حكيناها، شو يسوي قلنا؟ يسوي فازو كونستركشن يرفع الضغط. زين احد بيقول لي احكي لي الجي بروتين شنو دوره هنا؟ الجي بروتين كانه تتاكد اولا هل هاي الماده المرتبطه به هي النورابينفرين؟ قال لا اوكي انت نورابينفرين. اثنين بنفس الوقت الجي بروتين يتاكد بطريقه بايوكيمستري سنحكيها يتاكد هل صحيح انه الجسم محتاج ان يسوي فازو كونستركشن او يرفع الضغط لو لا؟ اوكي تمام. هسه نور هسه من اكمل الاكتيفيتي مالته راح تنفهم لكم اكثر. اذا
اني هذا النورفنفرين من سو من ارتبط بالالفا 1 ريسبتر سوى لي باز كونستريكشن، يعني اني هذا الجي بروتين ايش قال؟ قال يا ترى ده يحكي ويا الجسم، الجي بروتين ده يحكي ويا جسمي كله. يقول يا اي لازم اتاكد، لازم اتاكد هل صحيح هذا المرتبط بيه نورفنفرين، وهل صحيح لازم اسوي باز كونستريكشن؟ لان اذا اجتني اشاره خطا واجتني ايعاز خطا واسوي باز كونستريكشن ترى ممكن المريض يدخل بهايبرتنشن. فدخلت اتاكد صحيح اكو فازو دايليشن وصحيح هذا هو النورفنفرين جايني بالوقت المناسب على ود اتحفز ويسوي لي فازو كونستريكشن لو لا. ماشي شلون حيتاكد؟ عن طريق انه مو اكو يعني مثل ما نقول فد يعني اشارات عصبيه تجي من الدماغ، فهو كانه اه بالضبط كانه دا يتاكد هل صحيح هذا النورفنفرين اللي جايني اعاز من الدماغ هل صحيح جايني بالوقت المناسب. ترابط ترابط بين البرين بين الريسبتورات. البرين عاد يقول له ترى هذا النورفنفرين اني دازه وترى صحيح صاير فازوديليشن هبوط بالضغط، فاشتغل اشتغل يا جي بروتين وحفز لي الاورجن اللي تبي اللي هو مثلا هنا بلاد فيزل على مود يرتفع الضغط. التواصل شلون حيتاكد؟ التواصل ما بين الجي بروتين وما بين البرين. ما صار خلل بالجي بروتين، ما صار خلل، بس خلينا نقول مثلا الدماغ قلل للجي بروتين اشتغل بشكل اقوى، اشتغل بشكل افضل، لان احنا هسه محتاجيك اكثر من قبل كاكتيفيتي عفوا نريدك افضل من قبل. فلذلك حيحفز نفس الجي بروتين اكثر. منو اللي نقل هاي الاشاره العصبيه للجي بروتين؟ هو النورفنفرين. مين اجى للتحفيز؟ اجى من البرين. البرين هو اللي يشوف صار اكو فازوديليشن ولا هبوط بالضغط ولا. تمام دكتور؟ نعم. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا دكتور، بس عندي سؤال، انا كتبته بس النت فصل ما سمعت جواب. اي عيني ان شاء الله. دكتور، هو يعني الكل ريسبتر له جي بروتين يعني خاص بي، او انه هو جي بروتين واحد موجود يرتبط بكل الريسبتورات اللي تجي على السيارة؟ اعطيك مثال، باللانج على جي بروتين خاص بيها، بالكيدني اكو جي بروتين خاص بيها، بالهارت اكو جي بروتين خاص بيه، كل اورجن كل اورجن عنده جي بروتين خاص بيه. يعني يرتبط باي دواء يجي عليه؟ لا، على شرط انه الدواء يكون هو شغله على الهارت مثلا، او شغله على الكيدني، او شغله على البلد فيزل، يعني مو اي دواء. تمام ماشي، شكرا دكتور. شلون؟ هلا عيني. يعني ساعي مثلا اعطيك مثال، النورفنفرين يعني شغله على الالفا 1 اللي بالبلد فيزل، عرفت شلون؟ مثلا ما يروح يشتغل على الدوبامين ريسبتر، او يشتغل على السيروتونين ريسبتر، او على الهستامين ريسبتر، لا ما يشتغل على ذني. انا ذني عددت لك اياها، هي همينه جي بروتين كابل ريسبترز، بس هنا هو ايش سوى؟ ارتبط بالريسبتر اللي هو خاص ب النورفنفرين، ارتبط بالريسبتر اللي هو خاص ب الالفا 1 واللي هو جي بروتين كابل ريسبتر. تمام شكرا دكتور. هلا وعيني. نعم شمس، كل اورجن عنده ريسبتر خاص به. هسه بالايام الجايه، بالمحاضره الجايه مو بالايام الجايه، من المحاضره الجايه راح ابدي انا اشرح لكم كل اورجن شنو نوع الريسبتر اللي شنو اسم الريسبتر اللي بيه وشنو نوعه بيا جي بروتين مرتبط. تمام، بس الى هنا البيزك، الى هنا ما لكم تدخلون تفاصيل. افتهمتوا البيزك؟ خوش زين. الى الان انتهينا؟ لا ما اشرح لك كيمياء بعد، يعني اهم واحد، اهم واحد يعني قصدك اي ليش اهم واحد؟ لان هو منتشر بالاورجنز اكثر من غيره من انواع الريسبتورات. خلي اقول لك بس احنا مو نحكي على اربع انواع من الريسبتورات، الجي بروتين كابل ريسبتورز يشكل 70% تقريبا من هاي الريسبتورات بجسمي. عفوا دكتور، بس عندي سؤال. نعم تفضلي.
دكتور زين، هذا الجي بروتين اذا صار بيه خلل شنو يصير؟ اذا يعني شلون صار بيه خلل؟ يعني مثلا يعني افضل شيء اتعطل، ما راح يشتغل الاورجن، العفو الريسبتر ما راح يشتغل، الريسبتر ما يشتغل. من يجي نورفرين باي تبارك تبارك، وفرضي انت الجي بروتين مال بلاد فيزلز مالتج تعبان، زين انت زين ذاك وقت اذا صعدك هبوط بالضغط دماغك ايش حيسوي؟ حيدز اشاره، حيدز نورفرين يروح يرتبط بالبلاد فيزل بالالفا 1 صحيح. ليش يدز هذا الشيء؟ على ودي يسوي فازا كونستركشن يرفع ضغطك. اوكي زين، اذا انت اصلا يا تبارك ما عندك جي بروتين عاود يسوي هاي الاكتيفيتي، يعني ما راح يشتغل الدواء، فراح يظل الضغط هابط. ممتاز. عرفت شلون؟ يعني ما راح يتعالج بالدواء، قصدك انه ما راح يشتغل. مو شرط دواء تبارك، مو شرط دواء، النورفرين هو اصلا دماغك موجود. تمام. اللي هو هذا سميناه ليجند، هو اما ماده داخليه مثل النورفرين او مثل ما قلتي كدواء، ممكن انا اذا اخذ دواء يروح يشتغل على الالفا ريسبتر بس الجي بروتين ما يشتغل ما يعطيني اكتيفيتي. زين دكتور، اكو ادويه تشتغل انه تصلح الجي بروتين؟ مو تصلح، لازم انتظر الاورجن نفسه يكون لي جي بروتين جديد خاص بيه حتى انا يرجع للعمل. وهذه هاي العملية ممكن تطول ساعات، أيام أو سنين. مثلاً مريض عنده فشل كلوي، رينال فيلير، هذا بالرينال فيلير ما عنده جي بروتينات، فلذلك تشوفين تطي دواء ما يفيد يا. أي لذلك أقول لك الدواء مثلاً بعد ما يشتغل أو مثلاً بعد ما يفيده. ما يفيده أو أصلاً ما اشتغل من البداية ما اشتغل. ليش؟ هذا مريض مثلاً رينال فيلير ما عنده جي بروتين بالريسبترات مالته. وين 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 وين. شكرا دكتور، شكرا. هلا وعين العفو. اي تمام، جي اس والجي اي شلون العب مرشانكم اياها؟ اكيد. هسه بس مواني ستيب باي ستيب خلصنا هالجزء، يلا ننتقل للجزء اللي وراه. راح تسالوني شلون هذا الجي بروتين حفزه للاورجن. هسه احنا قلنا النورفرين ارتبط بالالفا 1 حفز الجي بروتين. زين هسه الجي بروتين شلون حيحفز؟ شلون يقول للأورجن اشتغل؟ او بالعكس ممكن يقول للأورجن لا تشتغل. اذا صارت عندي معلومه انه الجي بروتين اكو عندي من عند نوعين، اما الجي بروتين اما يكون جي اي او يكون جي اس. اقول جي اس جي كيو. اشوف الله اشرح لي هنا لاصق عليه الوضعية، شنو جي اس، شنو جي اي، شنو ممكن يحفز، شنو ممكن باعو. نجي على الجي اس او الجي كيو. من يا جماعة، من يسيلك صيدلاني، من يسيلك طبيب، يقول لك مثلا الريسبترات اللي مثلا الريسبتر اللي بالبلاد فيزل هي كابل تو شنو؟ هتقول لي ها كابل تو جي بروتين. هيقول لك كون اكثر دقه، يا نوع من الجي بروتين موجود بالبلاد فيزلز بالالفا 1 اللي موجود بالبلاد فيزل الفا 1 ريسبتر، يا جي بروتين مرتبط به يسالك. فهتقول له ها انا عندي اللي اعرفها عامه هم ثلاث انواع من الريسبترات، جي اي وجي اس وجي كيو. الجي اس والجي كيو هذول من يكون الريسبتر مرتبط بهم، بعد افترضوا وياي هسه هذا ريسبتر وقلت لك هذا الريسبتر مرتبط بالجي اس او مرتبط بالجي كيو، معناها الليجند اللي حيرتبط بهذا الريسبتر راح يسوي اكتيفيشن ستيميليشن اوف ذات ريسبتر. وصلت؟ ليش يسألك ليش؟ تقول لي لأنه هذا الليجند من ارتبط بالريسبتر حفز جي بروتين نوعه S مثلا ستيميليتري أو نوعه Q. قلت لكم الـ Q هو أيضا ستيميليتري، وبالتالي اتحفز هذا الجي بروتين اللي هو أصلا وظيفته شنو؟
وظيفته stimulation of the organ، فلذلك يصير stimulation للorgan. بالضبط 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 أحمد نصير عاشت إيدك. وكأنه كأنه من دا أقول لك الدواء العفو ريسبتر مرتبط بالجي اس أو جي كيو، نعم ندى هسه دا أعيدها أوكي، من كأنه دا أقول لك آني الجي اس والجي كيو كأنه هم أغونست. شون الفعالية مع الأغونست؟ من يتحفزها للجي اس أو الجي كيو معناها دا يتحفز الأورجن، معناها الأورجن دا يتحفز. خوش؟ أعيد أعطيكم مثال، أنا من أعطيكم أمثلة توضح الصورة قدامكم أكثر. أي هسس أعطيكم أمثلة يا جماعة، هذه blood vessel، هذه blood vessel تمام. قال لك blood vessel هذه بيها الفا 1 ريسبتر، الفا 1 ريسبتر. يقول لك الالفا 1 ريسبتر اللي بالبلد فازل يكون مرتبط بالجي كيو، يمرتبط بالجي كيو ريسبتر. ممتاز. هسه انتوا وياي ايتكم ستيب باي ستيب. فاذا انا نطيت ماده دوائيه ماده دوائيه تحفز الالفا 1، يعني الماده الدوائيه هي اغونست للالفا 1 ماشي. الالفا 1 قلت لك اني هو مرتبط بالجي كيو، وبالتالي ايش حيصير من الدواء من ارتبط بالالفا 1 هاي دراج، من ارتبط بالالفا حفز لي الجي كيو، واني قلت لك الجي كيو وظيفتها من تتحفز تسوي stimulation of organ. زين أنا من الأورجن، من الأورجن اللي أنا راسم لك إياه طبعا، من الأورجن؟ الأورجن اللي أقصد عليه أنا شو هي؟ blood vessel. هذا اللي بقول لك blood vessel. أوكي؟ لا زينب، هاي blood vessel مو قلت لكم، مو heart، blood vessel. وبالتالي ممتاز، تمام؟ وبالتالي حيصير صار عندي ستيميليشن للأورجن، يعني شنو حيصير عندي بالبلد فازل؟ فازو؟ لا يوسف، ستيميليشن الدايليشن لاكسيشن، لاكسيشن الدايليشن اوكي؟ حيصير عندي كونتراكشن، كونتراكشن او كونستركشن، فصار عندي فازو كونستركشن. وصلت؟ بما انه النت قطع واللي ما افتهم اعيدها للمره الاخيره اوكي. هذا الدراج طبيعي، تقول لي اعطيني امثله، اعطيكم امثله، اعطيكم امثله عليها فينالفرين، دول فينالفرين اوكي، سيدو افيدرين خوش، افيدرين هذني ادويه هي الفا. زين اعطيكم بعد مثال، مثال كلش واضح وكنا مستعمليه، دواء موجود بالصيدليه كنا مستعمليه، اوتريفين، اوتريفين بخاخ والاوتريفين القطره اللي هو اسمه زايلوميتازولين، زايلوميتازولين. هذه الاوتريفين اوكي ممتاز، هذه الاوتريفين الزايلوميتازولين، الادويه الاخرى سيدوفيدرين فينالفرين، هذين كلها تلقوها بأدوية النشلة cold and flu cold وغيرها اوكي. هذه من طبيعتها تروح تشتغل على الالفا 1 ريسبتر، الالفا 1 ريسبتر اللي موجود بالبلد فيزل اوكي، من حيتحفز بواسطة هاي الأدوية هذا حيصير عندي فازو كونستركشن. ليش كونستركشن؟ ليش مو دايليشن؟ لأن الالفا 1 مرتبط بالبلد فيزل اللي موجود بالبلد فيزل يكون مرتبط بالجي كيو، والجي كيو يا جماعه هو يسوي ستيميليشن اوف ذات اورجن اللي هو البلد فيزل، راح يسوي فازو كونستركشن. فلذلك خشمي ثاني مو منشول دارشه،
خشمي شو يصير؟ يقول لك السبب الرشح هو فازودايليشن. انت اخذ اوتربين بخار سوالي كونستركشن قلل الرشح وبالتالي وقلل الكونجشن. مو بالضبط واسطة او بادي جارد، يعني مو شيء دايركت، شيء اندايركت يشتغل. ماشي؟ يعني مو غرضي انه شو وقت نخلص محاضرة، مو غرضي انه يلا يلا شو وقت تصير 12 نخلص، مو غرضي اني عيدكم تطلعون من الموضوع فاهمين رجاء. اوكي؟ هسه هذول من هم دي نحكي على الجي كيو، او مثلا اعطيك اورجان اخر ولو هو شوي اقل الجي اس، وظيفتهم دول الجي اس والجي كيو هم ستيميليشن اوف ذا اورجان. خوش؟ زين اعطيكم مثال اخر على جي بروتين بس انهبيتوري، يعني اي جي اي الفارما يا جماعة هي عبارة عن ربط 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 فيزيولوجي باثولوجي بيولوجي ومن ثم فارماكولوجي. اوكي هاي الصوديوم كلورايد احمد شلون الانتاسيد ما لها ريسبتر تشتغل لوكالي، يعني شغلها لوكالي ما لها ريسبتر، مو مثل الزيلوميتازولين عنده ريسبتر الفا 1 بالخشم تسوي فازو كونستركشن يقلل الرشح والكونجشن. زين بس نجي على الجي اي، راح اعطيكم مثال مباشرة من عند نفتهم شنو وظيفته. اوكي المثال مالتنا انتم كلكم ماخذين بالفيزيولوجي، ارجعكم شوية للفيزيولوجي. اوكي هذه اللي هي النيرف تيرمينال، هذه نيرف تيرمينال، هذه نسميها وهذه السينابس وهذه البوست سينابس، هاي سينابس وهذه بري سينابس، هذه نهاية عصب نهاية العصب، وهذا البوست سينابس عادة يكون شنو أورجان مثل ايش امثله نعطيك مثال، ممكن يكون بلاد فيزل، ممكن يكون هارت، ممكن يكون كيدني. اوكي زين هسه احنا عندنا بالنيرف تيرمينال اذا تتذكرون بالفيزيو كان اكو هنا ما يدعى بالفيزيكال، تذكروها فيزيكال، هذه الفيزيكال بنهايه كل عصب اكو محفظه هي الفيزيكال، تحتوي تحتوي على مثلا نور ابنفرين، نور ابنفرين تمام اللي هسه قبل شوي حكينا عليه تمام. يقول لك هذا النور بنفرين، ما ادري قبل شوي يمكن كانت تبارك اي المهم هذا النور بنفرين من صار عندي هبوط بالضغط، مو قلت لكم يتحفز البرين ويطلع تبارك وياي الموضوع شوي ايش الموضوع الناقص كبير، احنا مو قلنا تبارك مو قلنا صار قد شو شارك وياي تبارك تقدرين؟ نعم دكتور وياك تبارك، احنا مو قلنا صار قد شو هبوط بالضغط البرين يحفز نورابينفرين على مود يروح يرتبط بالالفا 1 ويسوي فازو كونستركشن يرفع ضغطك؟ صحيح تمام؟ زين هذا النورابينفرين من دا يطلع؟ من دا ينتج؟ من نهاية العصب، من نهاية العصب، من نهاية العصب ايش دين يصير؟ تجي اكشن بوتنشال اللي هو الصوديوم الكالسيوم من يجوني من الدماغ يروحون الهاي فيزيكال ويخلون النورفرين يطلع من عندها تمام، يعني هو مخزون هنا شو اسمه مريضك شو اسمه؟ هاي هنا مريض مات، هاي بالمرض اخذ السرطان
بعد ما فعل السينابتيك يجي الصوديوم والكالسيوم ما شايف يجي الصوديوم والكالسيوم يطلعون النور بنفرين من النير الى السينابس. بعد من السينابس بذاك الوقت شو يسوي؟ يروح يرتبط بالبوست سينابتيك اريا اللي هو الاورجن المعين. تبارك احنا الاورجن اريا من هو بلاد فازل. بلاد فازل مو نريد نسوي له فازل كونستركشن. الاورجن اللي داخل هو البلاد فازل. ايش دي يصير؟ النورتفين يروح يرتبط بالالفا 1 اللي بالبلاد فازل الموجود على البلاد كونستركشن يرفع الضغط مالتك. اوكي ممتاز. اوكي اللي هنا اوكي. اوكي يا جماعه البقيه اوكي. ما اريد اعبر خطوه وتقولوا لي ما افتهمنا البدايه. اذا اللي داريد اوصل له يا جماعه اللي داريد اوصل له انه النورفينفرين يصير بي ريليز من هنا من النيرف تيرمينال الى السينابس. يصير بي ريليز من النيرف تيرمينال الى السينابس وبعدين يروح يشتغل. انتبهوا عليه. اذا اني عندي هنا عندي ريسبتر اسمه الفا 2 ريسبتر موجود بري سينابتيكلي يعني بري سينابتيك يعني بالنيرف تيرمينال اوكي. وانطيت دواء انتبهوا هنا كلش مهم هذا بدي احكي كلش مهم كلش مهم والله. وبالنص حتاخذوه بالرابع وبالخامس حتاخذوه بدرس العلاجات اوكي. بس ما يرجع ويشرح لك الدكتور ما عنده وقت يكون انت تفهمها وتعال شو تذكر من صف ثالث انت المفروض ماخذها. بس صحصحوا وياي اذا قلت لك اكو عندي بالنيرف تيرمينال هذه او بمنطقه اكو عندي الفا 2 ريسبتر. هذا الالفا 2 يا جماعه مرتبط ب جي اي بروتين. يعني شنو؟ يعني ايش حيسوي؟ من انطي اني اغونست من انطي دواء اغونست خوش ممتاز دكتور اني اغونست اغونست. اعطيكم مثال على اغونست اللي يشتغل هنا كلونيدين دواء ودواء اسمه موجود بالصيدليات ومعروف جدا اسمه مثل دوبا او دوميت مثل دوبا معروف جدا هذا الدواء مع الضغط للحوامل ينطي اوكي زين. هذه الادويه اذا سويت له اغونست ممتاز شمس اذا سويت له اغونست للجي اي يعني سويت للالفا 2 الفا 2 حيحفز الجي بروتين اوكي. بس الجي بروتين هنا نوعه انهبيتوري. انا اذا اقول لك موجود الالفا 2 بالمنطقه مال النيرف تيرمينال يا شاطر يقول لي اها يا جماعه سؤال مريم هو اللواص مال هذا الموضوع كله تقول لي شنو اغونست ويسوي انهبيشن ودنا نشرحها يا مريم. انت الدواء حفزه للالفا 2 الالفا 2 ما تحفز وصل الاشاره التحفيزيه للجي اي. الجي اي وظيفته من يتحفز انهبت الاورجن وليس ستيميليت الاورجن ماشي زين. وبالتالي من الالفا 2 الجي اي هذا حيسوي انهبيشن للنيرف تيرمينال. يعني ايش حيسوي؟ حيسوي انهبيشن للريليز اوف نور ابنفرين من النيرف تيرمينال. ادري 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 هاي حسنون بيها عفوا دكتور وتدوخون بيها دكتور اي دكتور ممكن اشارك فكرتي؟
قول. انت قصدك سوى هو اجونيس للجي للجي بروتين اللي هو جي اي، تمام؟ هذا صار هنا اجونيس. اذا 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 تبارك الى هنا الدوا مالتي اجونيس، اجونيس يعني هو اشتغل. بعد عادينا احنا نجعل الشغل مال جي اي هو اصلا شغله انهبيتشن، يسوي انهبيتر للسيل او للخليه او للاورجان وات ايفر. فهنا صارت مثل ما قالت مريم شلون يسوي اجونست وهو نفسه انهبيشن بنفس الوقت، لانه هو جي برو جي هو اجونست اشتغل عندي اني، تمام؟ الجي انهبيتر سوري انهبيتر بالضبط، تمام؟ تمام يعني هذا صح. تبارك فسرت لكم اياه بالشكل التمام التمام، لخصت لي الموضوع كله. اوكي ها يا جماعة، مرات الطالب يوصل الفكرة أكثر من الدكتور مال المادة. دكتور تفضلي. نعم دكتور العدل، الأنتاغونست شلون يصير شغله؟ الأنتاغونست شغله من البداية أنه هو من يرتبط بالريسبتر يخلقه، لا جي بروتين يشتغل ولا جي إس ولا جي آي ولا كل شيء. بينما الأغنس هنا لا ارتباط بالريسبتر وحفزه، بس المشكلة انه هذا الريسبتر مرتبط ببروتين يقول هالخلية نامي لا تشتغلين. دكتور يعني الأغنس والأنتاغونست اعتمادا على انه يحفز الجي بروتين؟ لا 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 لا، الأغونس والأنتاغونس اعتماداً على من يرتبط بالريسبتر يحفز للريسبتر لو يقلل لو يمنع الأكتيفيتي مالته. الأنتاغونس من يرتبط بالريسبتر نهائياً ما يخليه يشتغل، لا جي بروتين لا أنترا لا كل شيء. أما الأغونس لا، من يرتبط بالريسبتر يحفزه. يعني بس المشكلة هنا أنا بموضوعنا هسه إنه الألفا 2 ريسبتر من يتحفز مشكلته البروتين اللي مرتبط به، اي داعي لكم ندى، البروتين اللي مرتبط بالالفا 2 هو جي اي انهبيتوري، ماشي؟ فلذلك لكون هذا الجي اي، يا جماعه راح اعيدها للمره الاخيره موضوع الجي اي من جديد. ادري موضوع شويه معقد، بس يا رجل شنو؟ مخمخة من عندكم. راح أكمل الحكي على نفس الشرح. أنا عندي النور إبنفرين ينطرح يصير بي ريليز من النيرف تيرمينال هذه اللي نسميها بري سينابتيك اريا، تمام؟ اللي انا تمام حسويكم اياها 1 2 3 4. اول نقطه انا عندي نورفنفرين يصير بي ريليز، هاي اكتيفيتي ريليز من النيرف تيرمينال الى السينابسز، اوكي؟ هاي نسميها نقطه رقم 1. الى هنا اوكي؟ ها جاوبوني. إيه هنا اوكي. النقطة رقم 2 يقول لك هنا أنا عندي ريسبتر اسمه الفا 2 ريسبتر. شبيه هذا الالفا 2؟ الالفا 2 مرتبط ببروتين اسمه جي اي. هذا تدرون شنو هذا الجي اي؟ راح اقول لكم، راح اسهل عليكم. هذا عبارة عن بواب وظيفته يسد الباب. هذا الجي اي بواب يغلق البوابة. الجي اي من اسمه جي يغلق البوابة الا النورفنفرين، ماشي؟ هاي النقطة رقم
الالفا 2 مرتبط بهذا البواب اللي هو يغلق البوابه، هاي يغلق المكان اللي يصير ريليز للنورف. نقطه تمام. ها خوش، اللي ما كان يمكنك وياي خلي يكنك وياي، اسوي لكم اياها على شكل خطوات. خوش. النقطه الثالثه، نطيت درج، نطيت درج، هذا الدرج وظيفته اغونست. اغونست يعني شنو؟ محفز. محفز المن، المن محفز للالفا 2، محفز للالفا 2. هاي نقطه رقم 3 لنا. اوكي ها، خاصة اللي ما كان يمكنك وياي خي يجاوبني. اوكي هنا تمام. بس يعني هذا الدول اغونست المحفز من يحفز لي الالفا 2، هو شنو الالفا 2؟ الالفا 2 الفعالية مالته متعلقة بالبواب اللي يغلق البوابة، يعني الدول من يحفز لياها للالفا 2 معناها حيحفز لي البواب. زين هو البواب اللي هو اسمه جي اي شنو وظيفته؟ من دي يتحفز شنو وظيفته هذا البواب؟ يغلق البوابة. فلذلك طبعا النقطة الرابعة راح يصير inhibit release of norepinephrine من النيرف تيرمينال. وصلت الفكرة؟ دكتور؟ نعم لبنى. شلونك دكتور؟ بس بلا زحمة سؤال، يعني هسه الاغونست، الاغونست يعني ممكن يسوي لي inhibition او يسوي لي استيميليشن على حسب الدرج اللي انا نعطيته، بس انت اغونست مو حسب الدرج، مو حسب الدرج، حسب الجي بروتين حسب اللي مرتبط بالريسبتور، حسب الجي بروتين اللي مرتبط بالريسبتور. بس بس انت اغونست ماكو، ماكو بشيء، ماكو هيك شيء يعني. انتاغونست لبنى، انتاغونست من الاخير يقول للريسبتور يهف براجلي يقول اقعد يا معود، هاي مرتبط بالجي اي اقعد، يا معود هاي مرتبط بالجي اس اقعد، جي كيو اقعد، اقعد كله اقعد، ما يخليه يتحفز نهائيا. تمام شكرا لك. ماشي حوراء، دائما اسوي نقاط ماشي الى هنا ان شاء الله. اوكي وصلت الفكره. فهذا الشغل مال منو؟ مثلا اعطيكم ادويه كلونيدين، قلت لكم كلونيدين مثل دوبا اللي هو دواء مال الحوامل الموجود بالصيدليات. اوكي يعني الاوبوزيت افكت بالنسبه للجي اي. نعم تمام. خوش ما يحفز سجا، ما يحفز هذا الالفا 2 ما يحفز، بالعكس يقلل فعاليه الخلايا. ممكن من تكون الخليه دا تعطي نورابينفرين بكميه هائله، النيرف تيرمينال مو مثلا دا تعطي نورابينفرين بشكل كبير، هذا الجي اي يقولها شويه اهدي اهدي. اوكي يقولها لا طلع انكاف، يسد البوابه يقولها كافي النيرف تيرمينال، كافي طلع نورابينفرين، اصلا دي مشكله بالاورجنز، فهو ما يسوي استيميليشن. اوكي ممتاز شمس. تمام يا جماعه انا خلي اشرح لكم الشيء المهم. انزيم لينكت ريسبتور توقع واضحه مال، يعني هو خاص اكثر شيء بالانسولين،
يقول لك يعني الانسولين من يرتبط بالريسبتر مالته شلون يحفز، انتم هاي المفروض ما فيها حتاخذوها بالرابع ان شاء الله، شلون الانسولين يشتغل؟ شلون الانسولين يشتغل؟ خطوها بالفيزيولوجي بالتفصيل ممل. يرتبط بريسبتر خاص بي مو صحيح؟ ساعدنا هنا ريسبتر خاص بالانسولين، هذا انسولين اوكي. يقول لك الانسولين يسوي يحفز انزيم اسمه تايروسين كاينيز داخل السيل اوكي، هذا يسوي عمليه نسميها فوسفوريليشن. يا جماعه فوسفوريليشن يعني معناها اكتيفيشن، فهاي الفسفره الفوسفوريليشن تحفز فد ترانسبورترز معينه تسحب الجلوكوز للخليه. ماشي، هذا كان الميكانيزم اوف اكشن مال الانسولين. نعم التشو اللي هي اكثر شيء التشو سكليتال مسل تمام. اسم القطع منك تمام. لكم امثل عليها مو مسح ناخذ تاخذوها بالشابترات مال خامس ان شاء الله. دكتور دكتور حق موضوع دكتور كمل كمل هاي مش يمشي بالمواد يعني صار نقولنا بهذا الموضوع. ما في اشكال يعني حتى لو بالميت الثاني يعني بالميت الجاي التكمله نكملها ما عندي اشكال. والله مقسم الوقت مقسم لا تدير بالك. قطعت كل شيء الفيديو يلا. شنو يعني شنو ملابس مش ذا الشيء؟ الفيديو دي يوقف يعني مواضح مواضح الصوت؟ يعني ايوه دي يوقف دي قطعت كل شيء. هاي يا شباب سمعوني سواضح ولا لا؟
تمام سمعوني؟ خوش. تريدون نقسم يا جماعة، تريدون نقسم الميث إلى يعني جزئين، زين يوم الجمعة جزء، وأي بالضبط لا لاحظ النت ضعيف. تريدون مثلا مباشر ناخذ جزء، عقبة ناخذ جزء. حتى لو ساعة من الزمان. عليكم هذا الأسبوع ناخذ ساعة مثلا بيوم، بعد ساعة بيوم. عادي مو مشكلة. أحسن يعني. يعني هسه انا خلصت لكم الجزء الاول من المحاضره، البقيه يعني هي شرح وواضح ان شاء الله. الاهم من اداء انا اريد من نوصل للكيرفات اللي هو الدوز ريسبونس ريليشن. انا ودي هم تجوني مصحصحين، وهم ما صار اللود عليكم، وهم نشرحها خلال ساعه نكمل من هذا. تمام، إذا هاي نسوي عن ميت، ما طول عددكم دي يكون أقل من 50، ومع الأسف صراحة حزب قلبي هذا الشيء إنه عددكم أقل من 50 تطبون، بس عموما على مود تكون خاطر كنتم موجودين ما عندي إشكال. إذا هاي نسوي عن ميت، نعم ماشي. دكتور بس العفو، لا تقدر تسوي ميت ورا يوم الاثنين، يعني على مود يعني اثنين عندنا كل صورة حتى وياه نربط يعني. مباع وأني مشكلة وين؟ المشكلة إذا تريدون تسوي يوم ورا يوم الاثنين، يعني مشكلة أنا عندي التزام، يعني أنا جمعة سبت أحد اثنين ما عندي شيء، يعني عصرية فما فوق. تمام، لا عاد هاي يلا براحتك. تمام؟ أي أوكي دكتور، خلينا نخليها يوم الاثنين بالليل. أي أوكي. يلا حلوة، أنا الاثنين بالليل، الاثنين بالليل كل شيء عالمني بصراحة. ها هي لا عاد دكتور راح أهمينا. تمام ان شاء الله اشتري بالليل ان شاء الله. زين هسه اكو حد عنده سؤال الى حد هاي الماده؟ اكو حد عنده سؤال؟ دكتور بس عندي يعني سؤال عن بدايه المحاضره، شوف موجود وايدش عيني ابي العفو. نعم بس انا عندي سؤال يعني بدايه المحاضره بس ما لحقت اساله، يعني هو قول عين قول الريسبتر مثلا بالايون شانل يكون يوم مرتبط بايون شانل، اللي هو الريسبتر عباره عن ايون شانل، يعني هيك قصدي الانزيمات والهاي. هو الريسبتر كله عباره عن ايون شانل، بس الدوا او اللايجند يرتبط فوق على السطح مال هاي الايون شانل ويحفز. يعني الايون شانل يكون بيها مثل شلون الاكتيف سايت مال الانزيم مرتبط في الليجند غير؟ بالضبط، مو شلون هو بالضبط عايشين لك، هو يرتبط بين البروتين اللي عفوا الدول تتحفز الايون شانل. يعني الايون شانل هي تكون الريسبتر، يعني ميكانيزم الرقية هو كل عبارة عن بالضبط نسميه ريسبتر. تمام تمام عشان رقية الانسولين انه انا من يرتبط بالريسبتر مالته داخليا داخل السكلتال مسل او الاديبوز تشو يحفز انزيم اسمه تايروسين كاينيز، تايروسين كاينيز يحفزه يسوي فت عمليه كيميائيه نسميها فوسفوريليشن. هاي الفوسفوره ما كل يصير داخل السيل يؤدي انه عندي مجموعه من الترانسبورترز المفروض ماخذيها يسموها جلوت فور اتوقع اللي هو جلوكوز ترانسبورتر. هاي عمليه الفوسفوره الكيميائيه تحفز الترانسبورتر هذا، شو يسوي هذا؟ يجر ياخذ يسحب الجلوكوز من الدم ويرجع الى داخل السكليتال مسل سيل او الاديبوز تشوز، وبالتالي سوى الانسولين قلل مستوى الجلوكوز اللي موجود بالدم. اللي دايت اوصلك فكرتنا احنا انه الانسولين ريسبتر يسموه تايروسين كاينيز لينكت ريسبتر، عن طريق التايروسين كاينيز صارت الفوسفوريليشن ادى الى انه سحب الجلوكوز من الدم.
يا جماعة المحاضرة اللي هنسويها الإضافية هي هندي بيها قبل من الدوز ريسبونس ريليشن شيب، لأن موضوع أيضا مهم وأتأكد أنكم هواي أسئلة عليها، وهذا ما يراد أقعد أشرح، يعني ما يراد شرح، هو كيرف واحد ونشرح عليه ونخلص الشرح مالتنا، حاول ما نطول به. فأريدكم شنو؟ أريدكم تكونون جاييني قاعدين بس ها على الأقل من صفحة 9 بالبوابة أو العفو 4 إلى هاي اللي هي الجريدد دوز ريسبونز والكوانتال، تجوني قارئة على مود نسهل الأمر عليكم. الاثنين موضوع جديد، موضوع بتفاصيل، موضوع بأدوية، موضوع صيدلاني، اوكي اكثر من هاي الفوسه والتعدادات والسوالف حكيناها. الى هنا انا خلصت. احد عنده سؤال استفسار؟ ننتظركم يوم الاثنين بالعشرة ان شاء الله. أدوية الأيس، شنو الأيس؟ أدوية الأيس، سامة ما افتهمت هاي الكلمة؟ أي إن شاء الله، الاثنين همين نفس هذا الوقت. دكتور العفو، وإن شاء الله يوم الاثنين يعني إذا حضرتك اعطيتنا هوم وورك كيرت يكون 24 ساعه بحيث نلحق على الميت وعلى الهوم وورك بنفس الوقت، مو تدللون عمي 48 ساعه. تمام، شكرا دكتور. هلا عين. اي ممكن، نعم اسامه صح، ممكن يعتبر أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزايم، ممكن يعتبر صح. راح تعرفوها بالتفصيل إذا أنا أخذتكم إن شاء الله وغيري، المهم نأخذها وياكم بالتفصيل إن شاء الله. يتكسر الإنسولين أخذناها بالبداية، تبارك المفروض أنا أسأل ليش أخذناها بالبداية، قلنا الإنسولين واحد من المواد اللي تتكسر بالدايجستيف إنزايمز مال الجي تي، فما تلقي من عنده بس أوبر. ها تبارك. عاشيرش. شكرا يا جماعة، أخذوا راحتكم، يلا روحوا كملوا مسلسلاتكم قرايتكم كيفكم شو تسوون وسوا. يلا توكلوا على الله. ممنون معكم، مع السلامة. يلا روح اتوكلوا موافقين. أنا ممنون، شكرا لكم، مع السلامة. شكرا لكم، ممنون، تسلمون. دكتور. نعم. بس آخر سؤال، شرحت شيء قلت إنه الـ NA تسوي activation، وشنو الشيء الثاني اللي يسوي inhibition؟ انه من تدخل الخليه، ما فهمتها. الصوديوم والكالسيوم يحفزون السيلز، نعم، والكلور والبوتاسيوم تسوي انهيبيشن. لا نعم تمام اوكي ممتاز، شكرا يعني، مع السلامه. Thank you.